لما رأى موسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، بر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى. قال موسى لجبريل: من هذا؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، في قصة الإسراء والمعراج. فقال: أوقد أوحي إليه؟ قال: نعم. فقال موسى: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى راجعا قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. ما قال موسى في نفسه: أنا ما لي دخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما لي علاقة فيهم، أنا أمتي ودعوتهم وانتهيت، وننتظر الحساب يوم القيامة، أمته يسلمون ما يسلمون، ما هو بشغلي. ما قال هذا، لأن كان من طبيعة موسى حب الإحسان. فقال: لا، يقول موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام: لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قل لخفف علي. لا، وكأن موسى هو اللي بيصلي 50، هو لن يصلي معنا الـ50، لكن خوفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تقع في المعصية وتعذب. فرجع إلى ربه فوضع عنه 10 ومر بموسى: كم فرض عليك؟ قال: 40. قال: ارجع. فلا زال يرجع حتى صارت 5 صلوات. واصطنعتك لنفسي. شوف حب الإحسان عند موسى، مدحه الله تعالى في القرآن بذلك.